السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: قاآني وكوثراني يحدداني من يحكم العراق. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تشاركوا من خلال الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها إن شاء الله تباعا في هذه الحلقة. قبل الذهاب إلى فاصل مشاهدينا الكرام، نود التنويه إلى أن قناة الرافدين ستنتقل إلى العمل بنظام بث HD، وذلك من تاريخ الأول من فبراير 2022، وسينتهي العمل بنظام SD في تاريخ 28 من فبراير من نفس العام، من نفس الشهر أيضا. لذا اقتضى التنويه لحضراتكم. طبعا سيستمر البث بنفس التردد 10727 أفقي على مدار القمر نايل سات. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. من 2003 إلى 2021، يعني ما يقارب راح يصير 20 سنة، 18 سنة. شنو صار؟ ما النتيجة؟ برلمانات، نواب، حكومة، وزراء، ورؤساء. شنو النتيجة؟ أنا أقول لك: فقر، جوع، خوف، نقص خدمات، صراعات، تسقيط. بعد شنو؟ لا ماء، لا كهرباء، لا صناعة، لا صحة، لا تعليم، لا نفط، لا حدود، لا وطن، لا سيادة، بس تبعية. أهلا بكم. اشتعل الصراع بين الأحزاب الحاكمة للعراق بعد الانتخابات الأخيرة التي قاطعها 85% من الشعب العراقي، والتي أثبتت أن العراقيين رافضين لكل من في داخل العملية السياسية الآن وسابقا، وكل من سينضم إلى هذه الحكومات التي دمرت العراق. ويبدو أن التزوير لم يكن لصالح ما يعرف بالإطار التنسيقي الذي يضم الأحزاب الطائفية وميليشياتها الموالية لإيران. وهنا بدأت مرحلة التصعيد الميليشياوي في محاولة للمحافظة على المكاسب والمغانم التي تخشى الأحزاب الخاسرة ذهابها للصدر، والأحزاب المحسوبة على السنة. هذا الصراع بدأت بوادره عندما استهدفت الميليشيات مكاتب الأحزاب المحسوبة على السنة، ثم بعدها تم استهداف مصرفين يتبعان للأكراد في محاولة لإيصال رسالة أن مصالح الجميع معرضة للخطر فيما لو لم تحصل هذه الميليشيات والأحزاب على ما تريد. التصعيد لم يقف عند هذا الحد، بل انطلقت الألسن الطائفية الميليشياوية التابعة لهذه الأحزاب تتنقل بين قناة وأخرى وبين مواقع التواصل الاجتماعي، تهدد بذهاب العراق إلى المجهول وإلى الهاوية وإلى الحرب الأهلية وإلى الاقتتال الداخلي. وقد تزامنت هذه الأحداث مع زيارتين لمندوبين إيرانيين، وهما إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإيراني، ومحمد كوثراني مسؤول ملف العراق في حزب الله اللبناني، حيث وصلا إلى العراق في توقيت فسره الكثيرون أنه لغرض حلحلة الخلافات بين المتصارعين، في سبيل جمعهم مرة ثانية لتشكيل حكومة تستمر في خدمة المشروع الإيراني. وهنا نتساءل: ألم يعي النائمون في العراق أن لا قرار لحكومات الاحتلال؟ وإذا كان المتبجحون بالسيادة والاستقلال يأخذون أوامرهم من إيران، فما قيمة السيادة؟ وأيضا، ألم يحذر مقتدى الصدر في تصريحاته وتغريداته الدول الخارجية بعدم التدخل في الشأن العراقي؟ فلماذا لا يزال صامتا تجاه هذه التحركات الإيرانية؟ ثم ألم تطالب الميليشيات وأحزابها بخروج القوات الأجنبية من العراق؟ فماذا يفعل إذن قائد عسكري إيراني في داخل العراق؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا بإمكان حضراتكم أن تشاركوا للإجابة عليها من خلال أرقامنا
التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم الآن، وأيضا عن طريق خدمة الواتس أب التي تقدمها القناة بإرسال الرسائل النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. إذن مشاهدينا الكرام، كان قد وصل خلال الأيام الماضية إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإيراني إلى العراق بعد تصاعد لهجة الاتهامات المتبادلة بين مقتدى الصدر وبين الإطار التنسيقي الممثل للميليشيات الولائية. مصادر صحفية إيرانية كشفت أن قاآني زار قبر الإرهابي طبعا أبو مهدي المهندس الذي قتل بغارة أمريكية في مطلع عام 2020، وهذه الزيارة جاءت بسبب الصراعات والخلافات وبسبب تمسك مقتدى الصدر ببعض الشروط في تشكيل حكومته أو في تشكيل هذه الحكومة، وأيضا في المقابل هناك مساعي ميليشياوية من باقي الميليشيات من باقي الأحزاب في سبيل الحصول على ما تعتقد أنها ستخسره بسبب خسارة هذه الانتخابات أو عدم استفادتها من التزوير الذي حصل في الانتخابات الأخيرة. مصادر صحفية قالت أن قائد الفيلق قاسم إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإيراني فشل في التوصل إلى أي اتفاق مع مقتدى الصدر في اجتماعه في محافظة النجف. طبعا المصادر بينت أن قاآني فشل أيضا في تغيير موقف الصدر بإبعاد المالكي عن تشكيلة الحكومة الجديدة. هناك يعني مشكلة بين مقتدى الصدر وبين نوري المالكي، رغم أنه جزء من حكومات الاحتلال ورغم أنه كان من الأطراف التي ساهمت في تنصيب المالكي للسلطة ودعمه في حكومتين متعاقبتين وباعتراف مقتدى الصدر، إلا أنه يرى البعض بأن هناك خلاف وصراع بسبب ما قام به المالكي من محاربة ميليشيات مقتدى ومن يعني ما حصل بما تسمى بصولة الفرسان ومن غيرها من هذه الأمور في محافظة النجف وفي البصرة وغيرها التي طالت أتباع وميليشيات مقتدى الصدر، وبالتالي هنا نشأ هذا الخلاف بين هاتين الجهتين وهذين الشخصين. وهنا يرى مقتدى بأنها الفرصة حانت لكي يسيطر على الحكومة ويبعد المالكي بشكل واضح عن المشهد، وهذا طبعا ما يرفضه المالكي الذي يسعى دائما للبقاء في السلطة حتى وإن كان بشكل غير مباشر، لأنه يتحكم بكثير من مفاصل الدولة عن طريق دولة عميقة أنشأها في فترتي حكم تعتبران من أسوأ فترات حكم العراق. هناك أيضا القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي قال إن اجتماع هادي العامري مع مقتدى الصدر لم يصل إلى أي نتائج حاسمة ونهائية لحسم قضية الكتلة الأكبر وشكل الحكومة الجديدة. الهلالي أوضح أن الإطار التنسيقي بحث خلال اليومين الماضيين الخطوات المستقبلية له، ومنها مقاطعة العملية السياسية، وذلك في حال تم الإصرار على تهميش أطراف سياسية معينة من تشكيل الحكومة المقبلة. هذه جزء من الأخبار التي تم تداولها خلال الأيام الماضية والتي حدثت في العراق خلال الأيام الماضية. ونحن هنا نتساءل مشاهدينا الكرام، الآن عندما نرى هذا الصراع على السلطة، لماذا نرى بهذه الشدة هذه الميليشيات والأحزاب تقتتل وتتصارع على المناصب، وهي التي تقول بأنه نحن مقاومة لا نسعى إلى المناصب لا نسعى إلى المكاسب، نسعى إلى عراق مستقر ومستقل كما يقولون؟ إذن ما تفسير هذه الصراعات المحتدمة على السلطة وعلى المناصب؟ أيضا منذ متى تعترف الميليشيات والأحزاب بالانتخابات أصلا؟ فلماذا إذن اليوم تتحدث عن أن هذه انتخابات سرقت منها وهذه انتخابات مزورة، ومن جاء نتيجة لهذه الانتخابات هم مزورون، هم متآمرون علينا ومتآمرون على أحزابنا؟ أليست هذه الميليشيات جميعها اليوم الموجودة في العراق جزء من فساد كبير وكانت الأساس في تزوير كل الانتخابات السابقة؟ طيب لماذا تهمل أو تنفي مقاطعة العراقيين لهذه الانتخابات ويتحدثون عن نسب غريبة عجيبة، في حين أن من داخل هذه السلطة ومن داخل هذه الأحزاب خرجت شخصيات تتحدث عن مقاطعة وصلت إلى 85% من الشعب العراقي لهذه الانتخابات؟ إذن لماذا يتصارعون وهم يعلمون جيدا أن العراقيين رفضوهم
لا يريدون هذه الأحزاب ولا يريدون هذه الميليشيات. أيضا سؤال فيما يتعلق بزيارة قاآني وزيارة كوثراني إلى العراق، كيف تتابعون هذه الزيارات المتكررة لإيران في وقت تتحدث فيه هذه الحكومات والأحزاب عن استقلال القرار العراقي، عن سيادة العراق، عن عدم السماح للدول الخارجية بالتدخل بالشأن العراقي؟ إذن كيف يقبلون بهذه الشخصيات الإيرانية أن تأتي للعراق وتحاول أن تتدخل في تشكيل الحكومة إذا كانوا هم فعلا كما يقولون يرفضون أي تدخلات خارجية؟ معنا اتصال. الآن تجهز الاتصالات. إذا نكمل الحديث مشاهدينا الكرام عن هاتين الزيارتين وعن شكل الحكومة القادمة، كيف تعتقدون أن يكون شكل الحكومة القادمة في ظل هذه الصراعات، في ظل هذا التناحر ما بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية في العراق؟ أيضا كنا قد طرحنا سؤالا سابقا عن استهداف مقرات المحسوبين على السنة. الميليشيات اليوم التي تستهدف هذه المقرات، مقرات الأحزاب المحسوبة على السنة، لماذا تقوم بهذه العمليات ولماذا تستهدف أطرافا شريكة لها في حكم العراق، شريكة لها في نهب العراق، في تدميره؟ الأطراف السنية الموجودة موجودة منذ 2003 ومستمرة في هذا الحكم باختلاف شخصياتهم، لكن هي نفس الشخصيات ونفس المنهجية في العمل. لماذا يتصارعون ولماذا يستهدفون مقرات أحزاب خدمتهم، قدمت لهم خدمات كثيرة جدا؟ معنا اتصال. السيد محمود من الموصل، تفضل. حياك الله محمود. فقدنا الاتصال مع محمود من الموصل. زيد من بغداد، تفضل يا زيد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك استاذ؟ حياك الله استاذ. بس شنو طرح مالتك؟ انت ما تعرف شنو الطرح مالتي زيد؟ مو ما تابعت البرنامج من البداية. طيب زيد، احنا اليوم بدنا نتكلم عن شكل الحكومة الجديدة، شكل الحكومة اللي راح تتشكل في ظل هاي الصراعات. اليوم الميليشيات دا تصعد، دا تستهدف مقرات، دا تفجر في سبيل أن تحصل على المكاسب. اليوم أيضا هناك زيارة من مندوبي إيران، إسماعيل قآني ومحمد كوثراني للعراق، حتى يصالحون الميليشيات ويحاولون يشكلون حكومة تخدم المشروع الإيراني. أنت اليوم شلون تشوف هذا اللي دا يصير اليوم في العراق، وخاصة أنه هاي الحكومات والأحزاب دائما يتحدثون عن استقلال القرار العراقي، وين القرار العراقي في هذا الموضوع؟ استاذ ما يقدرون، صحيح هم يجون زيارات قآني وغير قآني. اي بس ما يقدرون بعد، انتهت هاي المعادله. شلون؟ السيد الصدر يعني متمسك بالسفنه، يعني في هالمره يغير الوضع. شلون حيغيره؟ يعني ما هالمرة ماكو توافق، هالمرة يعني شو اسمها هاي سميها الصدر، يعني حكومة أغلبية. أي يعني تتوقع مقتدى الصدر اللي إلى تاريخ في حكومات الاحتلال وإلى تجارب وإلى نواب وإلى وزراء اللي ما سوى ولا قدم أي شيء حتى لمدينة الصدر، تتوقع انه قادر على التغيير؟ يخلي المالكي بال شو اسمه، بس ما يقدر ويا الصدر، يريد يبعد الصدر. طيب نعم استاذ. سيد زيد، اليوم هاي الحكومه خاصه في ظل نفس الشخصيات الموجوده، تتوقع حيسوون اي تغيير بالنسبه لطريقه الحكم او نظام الحكم بالعراق؟ والله استاذ ما اعتقد راح يصير تغيير قوي، بس يعني تغيير راح يصير، يعني تغيير طفيف. لان اغلب الوجوه مجربه، يعني ما اعتقد تغييرك. شنو اللي تغير لعد بهاي الانتخابات اذا كانت هي نفس الوجوه المجربه؟ والله هو استاذ يا اهلا. للاسف فقدنا الاتصال مع زيد، لكن يبدو كان يتحدث عن ياهو الانتخب. ياهو الانتخاب وياهو اللي شارك في هذه الانتخابات.
كما قلنا مشاهدينا الكرام 85% من الشعب العراقي ممن يحق له التصويت قاطع هذه الانتخابات، قاطع المشاركة فيها، لأن العراقيين أصبحوا يعلمون جيدا بالتجارب السابقة أن الانتخابات في ظل هذه الأحزاب وفي ظل هذه المنظومة هي لن تغير من الواقع، لن تغير شيئا أصلا في العراق، لأن نفس الوجوه التي حكمت مسيطرة على الوضع، على الملف الأمني، مسيطرة على القضاء، مسيطرة على مفوضية الانتخابات، تتحكم وتتلاعب. بالإضافة إلى نقطة مهمة للغاية، هناك دعم دولي لهؤلاء الفاسدين الذين يحكمون العراق، وهذه النقطة الأهم التي تعطيهم الصلاحية للتحرك والتصرف والتلاعب بما يريدون. ويبدو أن التزوير هذه المرة لم يكن في صالح الميليشيات، لم يكن في صالح ما يعرف بالإطار التنسيقي، وهنا المشكلة وهنا الصراع الحقيقي. الصراع ليس على تزوير الانتخابات، هم يعلمون جيدا أنها مزورة، لكن الصراع هو عن أن هذا التزوير ذهب لمصلحة جهة على حساب جهة أخرى. معنا اتصال. حسن من كربلاء. حسن من كربلاء، تفضل يا حسن. حياك. يا حبيبي. تفضل. تفضل يا حسن. حسن. عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا حسن. عانيتم بالنسبة تحشون على إطار التنسيقي وكذا ودمر البلد. أي. شيء دمر البلد هم جماعة الحلبوش. طيب. شلون؟ يعني الإطار التنسيقي شغل واضح، مساند الحشد الشعبي. أي. الحشيد هو اللي حاليا مؤسسة أمنية وهو يعني اللي يحمي البلد. طيب. فحاليا يعني هم جماعة الحلبوش هم خربوا البلد وتعرضات على المكاتب مالتهم يدقون أبراج الإطار التنسيقي. منو اللي استهدف المقرات مال الحلبوسي وغيره؟ برأيك؟ جماعتهم. جماعة منو؟ جماعتهم يا حلبوسي. جماعتهم ليش دي يستهدفون المقر؟ شلون؟ طيب هذا الإطار مو خسر بالانتخابات؟ ايش خسر بالانتخابات؟ محصل 88 مقعد. شلون حسب 88 مقعد؟ ما انا اقول لك هم طيب بالمقابل حسن بالمقابل اكو عندك طيب بالمقابل عندك التيار الصدري متحالف ويا ذول اللي محسوبين على السنه ومشكلين يريدون يسوون حكومه اغلبيه وطنيه مثل ما يقولون. انت برايك اليوم الصراع بين الحلبوسي والاطار لو هو فعلا ما بين التيار الصدري والاطار التنسيقي؟ هما نفس الشيء، الإطار التنسيقي والتيار الصدري والجماعة الحلبوسي هم خلاف بيناتهم. خلاف بيناتهم، طيب إذا هو خلاف عراقي تمام؟ ليش يجي إسماعيل قاآني ويجي محمد كوثراني مسؤول ملف العراق بحزب الله اللبناني، ليش يجوي للعراق بهذا التوقيت؟ ناس هواية دي يتابعون الوضع ويقول لك إنه ذولا ولائيين الإطار التنسيقي ولائيين لإيران ويعترفون بهذا الكلام صراحة ويقولون إحنا ولائنا لإيران. لما يجي قاآني وكوثراني بهذا التوقيت إذن هو دي يتدخل بشكل الحكومة الجديدة. ليش هذولا إذا كان هو صراع عراقي ليش يسمحون لذولا الإيرانيين بالدخول؟ حسن قبل ما يعني حسن هذا الخنجر حلبوسي اي تركيا وخذ الامارات اي شنو يعني ما صح الزياره مالته شلون؟ جاوبني على هذا سؤالي. هو شنو سؤالك؟ افتخارهم بتركيا يودع عليهم اردوغان هناك واجتماع مغلق على للعلم بس اقول لك شغله يا حسن حتى بس انت ما عرف داخل معتقد انه احنا قناه ثانيه. كل من في هذه العمليه السياسيه
كل من في هذه العملية السياسية جزء بخراب العراق، تتفق أنت لو ما تتفق أو أساس خراب العراق؟ أنا وياك بفضل تمام اليوم لما نقول اليوم لما نقول الإطار التنسيقي اليوم لما تقول الإطار التنسيقي ولما تقول تحالف عزم ولما تقول تحالف تقدم ذول اللي ينحسبون على السنة ولما تقول التيار الصدري، أنا أريد أسأل سؤال. أنت هسه مواطن عراقي في كربلاء، اليوم ذولا كلهم كل هاي الأحزاب إيش قدمت للعراق وللعراقيين؟ يعني بالنسبة للتحالف عزيم والحلبوسي والخنجر فادوا مناطق من الأنبار. طيب يعني احنا المحاربين شنو يعني اقول لك بس اسمح لي شنو فادوا محافظات الحشي اي شبي الحشي فادوا الحشي في عماره الانبار. طيب ايش قدموا لمحافظاتهم يا حسن؟ انا انت بال صدري محاربين من جماعه الحلبوسي ما نرجع 30,000 عوده ما خلونا نرجع. طيب حسن انت من الحشد؟ انا داوم بالحشد مفسوخ عقدي من 2014. ليش مفسوخ عقدك؟ مفسوخ عقدي ما صار يعني شلون جرحت رحت اي خلى واحد بدال طاق تعويضات تعويضات لا ما سلم تعويض عالجوك ايه اكو علاج. انت هسه قدمت تضحيات وقاتلت ودافعت، قدروك يعني انطوك نسبه، انطوك فلوس، انطوك دعم كتقدير؟ انا مقدر يعني لا عفك من التقدير المعنوي يعني المعنوي يعني المعنوي هاي المعنوي الحكي ببلاش لكن احكي لي التقدير المادي. تعرف انت ايش قد ينصرف على ميزانيه الحشد بالسنه؟ اجاك شيء من هالمخصصات؟ حجي اني اجتني مخصصات واجتني قطعه مال الارض، بس انا قاعد اقول لك احنا ليش محاربه العوده مالتني يعني قاعد هسه اكو موافقه مال 30,000 مال العوده، بس هذا يعني شغلات يعني قاعد يعطلون بالعوده. طيب سيد حسن اريدك بلا زحمه عليك، انا اشكرك طبعا، اريدك تدز لنا التعويض مال قطعه الارض اللي تقول عليه اذا انت صادق في كلامك. طبعا بالنسبة لهذا الحجي هذا الكلام عن الإطار التنسيقي وعن تحالف السنة وعن تيار الصدري، جميعهم مشتركون في هذه الحكومة وجميعهم جزء أو أساس خراب العراق عن طريق السياسات متبعة، وصار لهم 18 سنة هم نفسهم يحكمون العراق، يتحدثون عن التضحيات وعن الحشد وهذه الأحزاب أو الإطار التنسيقي الذي قدم تضحيات، بس روحوا شوفوا مخيمات النازحين اليوم وشوفوا الحالات الوفيات بالأطفال وكبار السن اللي تصير بسبب انخفاض درجات الحرارة بسبب إهمال هذه الأحزاب المشكلة لحكومات الاحتلال لهؤلاء النازحين. يتحدثون عن تحرير هذه المناطق ويقول لك إنه الأنبار وصلاح الدين بها أمان بفضل الحشد. اذهبوا إلى هذه المحافظات اللي يضحك من يمثلوها على أو من يدعون تمثيلها على العراقيين بأنهم عمروا شارع أو بلطوا. اذهبوا إلى الشوارع الفرعية، اتركوا من الشوارع الرئيسية اللي تصورها الكاميرات، ادخلوا إلى الشوارع الفرعية، اذهبوا وانظروا إلى البنية التحتية في هذه المحافظات المنكوبة وستجدون حقيقة هذا الفساد وحقيقة هؤلاء الذين يحكمون العراق. اليوم الكلام مو كلام عن جهة على حساب جهة أخرى، الجميع مشاركون في دمار العراق لأنهم هم السبب وهم الذين امتلكوا السلطة والمال والقدرة. معنا أبو عراق من الفلوجة، تفضل يا أبو عراق. أبو عراق من الفلوجة ما موجود، منو الاتصال الوراء؟ السيد أبو قحطان من صلاح الدين، تفضل. أبو قحطان من صلاح الدين ما موجود. عبد الكريم من بغداد، السيد عبد الكريم من بغداد ايضا الو موجود، تفضل. مرحبا استاذ مر عزيز، حياك الله يا عبد الكريم. الله يحفظك يا كريم الصحفيين العراقيين.
الله يحفظك. الناس العراقيين الأسرة. الله يسلمك. العراق ما ينقذ بس واحد من ثلاثة. أي. أما الله سبحانه وتعالى ينقذنا من السنة الموجودة والطاغية الموجودة. أي. وأما المهدي المنتظر يطلع وينقذنا ولا الإمكان ما يخلصون من عندهم. لا خلاص ردوا لا تقولي لا تقولي أحد يقول لي غيرهم ثلاثة. أما الله سبحانه وتعالى وأما المهدي المنتظر وأما الأمريكان سبوهم يخلعوهم يخلطون من عندهم ولا غيرها ماخي يكون طاغين على قلوبنا وعلى العراقيين سبوهم لك. شنو رايك بكلام بكلام حسن من كربلاء اللي يقول لك ليش تحجون على الاطار التنسيقي؟ هذا الاطار بمجموعه من الخيرين ونحطها بين قوسين، من المجموعه من الخيرين اللي دافعوا عن المحافظات العراقيه، اللي قدموا خدمات للعراق، اللي حكموا بنزاهه وبشرف، من هالسوالف. طيب انت شنو رايك بكل من يوجد ضمن هذه الحكومه اليوم؟ من نتكلم عن اللي ينحسبون على السنه، من نتكلم عن التيار الصدري، ونتكلم عن الإطار التنسيقي، كل هؤلاء بلا استثناء شنو رأيك بهم؟ كل من المنطقة الخضراء وكل من يحكم بالعراق وكل من يحكم بالعراق من معجر إلى عمامة إلى قار إلى أفندي كلها عرامية. وحسب ما قال مشعان الجبور طلع بعوامة الجامعة قال الكل عرامية وكل كله. طيب أشكرك يا سيد عبد الكريم من بغداد. أيضا ضمن التساؤلات التي طرحناها في بداية هذه الحلقة مشاهدينا الكرام فيما يتعلق بصمت من يدعون أنهم ضد التدخلات الخارجية، تصريحات كثيرة تخرج من هؤلاء الموجودون في السلطة يقولون بأن نحن ضد التدخلات الخارجية، التدخل في الشأن العراقي خط أحمر، لا نسمح لأحد أن يتدخل بالشأن السياسي العراقي. كيف إذن يقبلون بالإملاءات الإيرانية بالتدخلات الإيرانية؟ لماذا لا يقفون ضد هذه الزيارات ويمنعون هذه الزيارات المشبوهة الإيرانية تحديدا في هذا التوقيت عندما يتحدثون عن تشكيل حكومة وعندما يقولون بأنهم ضد هذه التدخلات الخارجية؟ أبو قحطان من صلاح الدين تفضل. أبو قحطان السيد أبو قحطان أبو قحطان ما موجود ما يسمعني أبو قحطان. طيب مشاهدينا الكرام نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل الحديث في حلقتنا لهذا الأسبوع من منبر الرافدين. نلفت عناية مشاهدينا الكرام إلى أن قناة الرافدين الفضائية ستبث على نظام HD وعلى التردد نفسه 1.0727 وعلى مدار النايل سات اعتبارا من الأول من شباط عام 2022، وأن البث على نظام HD سيتم إيقافه في 28 من شباط عام 2022. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. يستمر حديثنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج منبر الرافدين عن تشكيل الحكومة القادمة في ظل هذه الصراعات الميليشياوية، في ظل هذه التدخلات، في ظل أيضا التحليلات بما يتعلق بقضية زيارة إسماعيل قاآني ومحمد كوثراني إلى العراق في هذا التوقيت، وأيضا محاولة الإصلاح فيما بين التيار الصدري وما بين ما يعرف بالإطار التنسيقي، ومحاولة إدخال المالكي ضمن معادلة الحكومة القادمة بشكل أو بآخر، وهو ما يرفضه مقتدى الصدر بحسب المصادر الصحفية. هناك أيضا حديث وتقرير من وكالة رويترز قالت فيه أن الصراع القائم بين التيار الصدري والإطار التنسيقي مبني على عداء شخصي بين المالكي والصدر. أوضحت رويترز أن الرفض المتبادل بين المالكي والصدر يعود إلى العام 2008
حين شن المالكي حملة عسكرية كبيرة مدعومة من الجيش الأمريكي ضد ميليشيات المهدي، جيش المهدي التابعة للصدر. أسفرت هذه الحملة عن مقتل العشرات واعتقال المئات منهم وزجهم في سجون. عدى الصدر هذه العملية محاولة لسحق التيار الصدري وإجباره على الرضوخ للقوى الشيعية الأخرى، وغدرا من المالكي لأن التيار كان من أشد الداعمين للمالكي في تولي منصب رئاسة الوزراء خلال فترة ولايته الأولى. أشارت الوكالة أيضا، وكالة رويترز، إلى أن الفترة الهادئة بين الصدر والمالكي كانت بناء على ضغوط إيرانية، إلا أن الخلافات كانت أعمق من ضبطها وعادت مجددا لتطفو على الساحة. ويبدو هذا الملخص من وكالة رويترز هو واقع الحال الموجود الآن في العراق، هو صراع وفرصة أتيحت للصدر لكي يبعد المالكي من الساحة ومن المشهد، ولكي يسيطر هو على شكل الحكومة في العراق، خاصة وأن النائب الأول هو من التيار الصدري، وبالتالي النائب الأول لرئيس البرلمان، وبالتالي هي فرصة للسيطرة على كل مفاصل الدولة، خاصة وأن رئيس الوزراء بحسب التسريبات هو مصطفى الكاظمي، وهو معروف أنه شخصية ضعيفة راضخة لمقتدى الصدر. معنا اتصال السيد أبو علي من لندن، تفضل. يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. تفضل يا أبو علي. حبيبي، يعني أنا مال فشل إسماعيل آقاني وفشل محمد الكوثراني، دول العجم المجوس، يعني فشل مع الإطار التنسيقي، بس على شنو تنسيقي ما أدري، وفشل مع التيار الصدري، أنا هذا ما أتفق معاكم. الأمور واضحة وراح تتشكل بما يسمى حكومة، راح تتشكل عصابات متفق عليها. كل ما هنالك ممكن إزاحة المالكي، ها، خوفا من لأنه أكو شارع، أكو شباب بالشارع متظاهرين بعدهم موجودين بالشارع. فما فشل كل شيء، الحكومة، تشكيل حكومة أمر من الإرهابي الداعشي علي خامنئي، هذا شيء منتهين منه. طيب، فشغلة مثلا مقتدى ما يرضى على هذا وعلى ذاك، مقتدى ممكن، تيار صدري ممكن خايفين من الشارع، يعني أكو متظاهرين موجودين بالشارع ومراقبين الأمور كلها. جد بس واحد هو يعني بالتالي هاي الحكومة ما راح تستمر، لأنه هذولا ما راح يجيبون غير توفيق علاوي أو يجيبون حيدر العبادي، هم هذولا راح هم ما عندهم غيرهم، يعني هم هذولا يتداورون منا ومنا، شيله منا يحط. أبو علي، هي مجموعة من التساؤلات اللي طرحناها بخصوص هذا اللي يصير بالشارع العراقي اليوم. لما نشوف التصعيد من قبل الميليشيات، من قبل هذه الأحزاب، منها تصريحات طائفية وتصريحات مغرضة هدفها إثارة فتنة وإثارة صراع داخلي، مثل علي نصيف ومثل أبو علي العسكري وغيرها من شخصيات وزعمات ميليشيات هددت بذهاب العراق نحو الهاوية واحتراق العراق وغيرها. وأيضا من ناحية ثانية نجد على الأرض استهداف مقرات للأحزاب، استهداف مصارف في البصرة، أيضا هناك تفجيرات وغيرها. هذه الأمور عندما نراها اليوم، برأيك هل سيكون هناك رضوخ من قبل الأطراف اللي تسمي نفسها فائزة في هذه الانتخابات لهذه التهديدات، أم ستستمر بالتمسك برأيها أنه هي تريد تحكم العراق بالطريقة اللي هي تشوفها؟ أنا برأيي هذه كل هالأمور متفق عليها. كل هاي الأمور ماكو متفق على مود مثلا تيار الصدري أو مقتدى الصدر يطلع يقول بويا شوف جاي يضغطون علي، أي يا شعب العراقي جاي يضغطون علي، أنا واعدتكم حكومة، زين، أي حكومة يعني بعيدا عن ذولا، بس ذولا جاي يضغطون علي وانتم قدامكم جاي تشوفون الانفجارات والتفجيرات والحرق، ما هذه كلها متفق عليها. أنا يعني هم تكلمنا مع ناس سياسيين وكذا، قلت له الله وكيلك، ذولا أخي ذولا ما يضرب، ذولا ما يتحاربون بيناتهم، ذولا أكو أمور بيناتهم، واحد متماسك بالله. هاي كلها أنا بالنسبة لي كلها مسرحيات أمام الشعب العراقي، زين، حتى يقنعون الشعب العراقي بأن تيار الصدري ما طالع. طيب، عنكم. إحنا نتكلم نقول هاي مسرحيات،
سؤال يوجه لهؤلاء الممثلين في هذه المسرحية، هم مو يتكلمون عن عدم السماح بوجود قوات أجنبية في العراق ومستعجلين يوم اليوم قبل باكر حتى ينهون الوجود الأمريكي أو مثل ما يقولون وجود الأجنبي في العراق، كيف يسمحون إذن بقائد عسكري إيراني أن يدخل ويخرج متى ما يشاء وكيف ما يشاء مثل قاني؟ لا، إيران بالنسبة لهم دول الميليشيات وهاي العصابات من 2003 لحد هذا اليوم، بالنسبة لهم إيران ما تعتبر دولة أجنبية، هي دولتهم إيران. نعم بالعكس، هي بالنسبة لهم دول الميليشيات محافظة من محافظة إيران العراق، زين ما تعتبر دولة أجنبية. بس إذا السعودية حشت كلمة هاي دولة أجنبية، إذا الأردن حشت كلمة هاي دولة أجنبية، شو اسمه، إذا مصر مثلا، بينما إيران لا. بعدين هاي مقولة مقتدى لا شرقية ولا غربية، دول الإيرانيين كانوا وديون إيران كانوا دائما يقولون لا شرقية ولا غربية، اللي عايشين بإيران يعرفون هذا الشيء، حتى أنا ما عايش بس سامعين، زين لا شرقية ولا غربية هم كانوا يقولون، جمهورية إسلامية. فمقتدى هو يعني طبق المقولة مالتهم، لا شرقية ولا غربية، جمهورية إرهابية، يعني جمهورية إيرانية. طيب. يعني ما حد يتدخل بتشكيل الحكومة غير إيران، هو اعترافه. طيب. هو اعترافه. هو يقول حكومة أغلبية وطنية، بس تباوع على مصطفى الكاظمي تلقاه توافقي، تباوع على محمد الحلبوسي تلقاه توافقي، تباوع على حاكم الزاملي تلقاه توافقي، هم كلهم توافقيين وكلهم لولا رضا الأحزاب لما جاءوا إلى السلطة، ويقول لك حكومة أغلبية وطنية. عموما أنا أشكرك يا سيد أبو علي من لندن، شكرا جزيلا. عندنا عبد الرزاق من بابل، تفضل يا عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بالنسبة للزيارة قاني، أي إحنا نعرف كل زيان العراق بلد محتل، نعم، من المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي. المعسكر الشرقي اليوم متمثل بإيران، والمعسكر الغربي متمثل بأمريكا. نعم. واللي جاي يتصارعون على الساحة العراقية. لكنه العتب على الوطنيين العراقيين اللي يعني يسمحون بدخول مثل هذا احد الضباط الحرس الثوري للعراق ويتدخل بمصيرهم، مصير العراقيين. من ما الوطنيين بالضبط اللي سمحوا انه هو يدخل؟ اقصد مثل ثوار تشرين، الكتاب، اقصد الضباط اللي لهم يعني صوله وجوله بتاريخ العراق الحديث، دول اللي اقصدهم. يعني مثل هذا ما يدخل، مثل هذا شفاك للدماء، هذا اخو سليماني اللي سب دماء العراقيين وجاي يلعبون على اشلاء العراقيين، مثل هذا ما يدخل. لانه من اليوم اللي يمنع قاني او غيره من هؤلاء الممثلين لايران مندوبي ايران من الدخول الى العراق؟ ضابط عنده قياده، عنده وزير داخليه ودفاع يروح يبوس ايد القاني ويبوس ايد اللي جايين من ايران ويمجد بيهم ويمجد بميليشيات؟ منو عندك؟ مجلس القضاء الاعلى في اي كلمه، في اي خطاب، في اي تحيه يلقون التحيه للميليشيات؟ عندك منو رئيس الوزراء يقول على الميليشيات المقدسه؟ يعني منو عندك اليوم اللي من يحكمون العراق ممانع لدخول هذه الشخصيات الى العراق حتى يكون هناك حافز للضابط أو للمنتسب الأمني للجندي أنه يقف أمام هؤلاء، يقف في وجه هؤلاء ويمنعهم من دخول العراق؟ من اليوم؟ إحنا دكتور أستاذ محمد، بالنسبة للضباط أكو نعرف كل زيان بأنه الجيش والداخلية مخترقين من قبل الحرس الثوري الايراني وقبل الضباط الدمج. فانت اليوم حتما سمعت بانه ضباط بالطارميه يبيعون سلاح من داعش. هذا لو كان ضابط عراقي وخريج كليه عسكريه عراقيه ما يسوي هذا الشيء، لانه يعرف ارواح العراقيين ودماء العراقيين عزيزه. بس دول لانه يعطون كل الزين، دول
ولا مو الوطن. دول اجوا يستغلون على على ارواح العراقيين بدماء العراقيين، فما يهمه يبيع سلاح داعش. فهم اكو تخادم بين دول الميليشيات هذه وبين داعش، صدقني هي مؤامره على الشعب العراقي. يعني اليوم الخبر اللي سمعته صراحه يحزن كل عراقي. يعني احنا املنا ضباطنا اللي نحترمهم واللي يكون لهم كل الاحترام، اكو جيش عراقي ضباط عراقيين لهم تقديرهم بالشعب العراقي، فمن ذول الضباط العراقيين اللي تاخذهم الغيره على بلدهم على شعبهم ان يتحركون، ان ما يكون مكتوفين الايدي يسبحون ذول الضباط الدمج وامثالهم يتحكمون بمصير العراقيين. شكرا يا شكرا نعم شكرا سيد عبد الرزاق من بابل. قد اختلف معك في نقطه الطارميه، لانه مناطق حزام بغداد بشكل عام مسيطر عليها من قبل الاجهزه الامنيه ومسيطر عليها من قبل الميليشيات، ومن المفترض انها مناطق تخلو من داعش لانها هذه القوات الامنيه موجوده في مناطق حزام بغداد ومؤمنه لهذه المناطق. رغم هذا الموضوع هناك حملات دهم وتفتيش واعتقالات مستمرة في مناطق حزام بغداد بدوافع طائفية ومنها تغيير ديموغرافي. موضوع بيع الأسلحة يعني هذا قد يكون أمر وارد، نعم قد يكون في مكان آخر، قد يكون أمر وارد لأنه ما حدث في مدينة الموصل من هروب هذه الفرق العسكرية وتركهم للسلاح والخيانة الكبيرة والفشل الكبير الذي فضح في عمليات دخول داعش إلى العراق أثبت أن هذه القوات أغلبها ليس لديها ولاء، لا توجد عقيدة عسكرية، لا يوجد تدريب، فوضى وخيانة، وهذا الموضوع أمر طبيعي أن يباع السلاح إلى عناصر إرهابية، شيء طبيعي في العراق. عندنا أبو قحطان من صلاح الدين، تفضل. عزيزي شلونك أمورك؟ حياك الله يا أبو قحطان. أنا من صلاح الدين ناحية يثرب احنا نازحين مخيم عربة السليمانية. نعم. احنا تقريبا 2000 عائلة من 2014 احنا نازحين، ساكننا 8 سنوات لا محافظ ينظر عليك. اي. وحق البيت طرحت عليه بس السير يساعد علينا مترتين. اي. احنا في المخيمات. نعم. النازحين من صلاح الدين. ناحية يثرب. وينهم ذولا؟ وينهم ذولا اللي يمثلون محافظاتكم؟ وقت الانتخابات المحافظ هذا عمار جبر والله شهد الله والبيت رحت عليه تقريبا 8 سنين 9 سنين مش شايفينه خلاص، ولا جي علينا ولا زارنا. وقت الانتخابات يدزون شبابهم حشاك انت. اجا وقت الانتخابات قحطان، ابو قحطان، ابو قحطان ها عيني تسمعني؟ احنا اسمعك. احنا بالمخيمات اليوم ماتوا، اليوم اطفال ماتوا 8 اليوم دم البرد، قتلنا البرد. احنا من ناحيه يثرب اروح اني منطقتي مفتوحه، المنطقه مفتوحه، بيتي مهدم، اني وين اقعد؟ بيتي تهدم. نعم. مهدم من اجل الحكومه، الحكومه اللي هدمته. نعم. تهديم المناطق السنيه كلها هدموها. احنا نازحين مخيم عربد لا نفط لا غذائيه، الهجره والهجره ومهجرين تشتغل ضدنا. منا الكراد هم عندهم كروه قديم وهم شادين ويانا. واحنا ظلينا حائرين بهالوسطه وما ادري، ولا محافظ لا صلاح الدين لا حكومه تنظر علينا، لا الكاظمي. من الكاظمي ساير رئيس، علينا ساير رئيس والشعب ما له هايد، بس اقول هالكلام له. النازحين عوض النازحين كل عائلة أدخلت في 2014 أنطي 6 ملايين أبدال وقفتين أرجع لمنطقتي. قتلنا البرد، اليوم عوائل اليوم ماتوا 8 من البرد أطفال. نعم. وأنا أشكرك. شكرا جزيلا سيد أبو قحطان من صلاح الدين، كان الله بعونكم، ونتمنى هذه الأصوات تكون موجهة، طبعا هي طبعا موجهة للجميع، لكن نتمنى أن تصل إلى هؤلاء الذين يدعون تمثيل هذه المحافظات، وهم يعلمون جيدا أن هناك نازحين في المخيمات يعانون من البرد، وهناك وفيات بسبب هذا البرد الشديد، ومع هذا يتصارعون على المناصب ويهملون العراقيين. هذه هي حقيقة
هؤلاء الذين يحكمون العراق اليوم، بغض النظر هم من أي محافظة، بغض النظر هم من أي طائفة، من أي ديانة أو مذهب، الطريقة واحدة في الحكم، البحث عن المنصب، عن المكسب، وعن المغانم التي قد يحصل عليها جراء هذا الكرسي أو من وراء هذا المنصب، وترك المواطن العراقي يعاني لأربع سنين قادمة. هذا واقع حال. عمرو من الموصل، عندنا وقت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا عمرو. شارك خوي العزيز، اخبارك؟ الله يسلمك، حياك. الله يسلمك. تفضل يا عمرو. عمر نصي نص صوت. السلام عليكم. وعليكم السلام. نص صوت التلفزيون واسمعني. الله يسلمك، واسمعني من الهاتف لو سمحت. اخويا احنا هذه المحافظات وهذه والله بلاها ايران. ايه والله الباع العراق ايران. شلون يعني الباع العراق ايران؟ يا اخوي استعمل حكم العراق، والله العظيم ايران. طيب نعم. شنو الجاي؟ أيه. يعني احنا ما قاعد نشوف هذه الجاي يصير واجعد. مو يقولون احنا اصحاب قرار واصحاب سياده. من اصحاب قرار اللي دا يحكمون العراق اليوم. ايه يعني انت ما تعرف من اللي حكم العراق؟ والله خلينا نسمع من مواطن عراقي. ايوه العالم كل هذا بلاها ايران. يعني دمار المحافظات والهذا كله ايران. تتوقع ممكن تتشكل حكومه اغلبيه وطنيه في ظل وجود هاي الاحزاب؟ والله ما ايران شميتها من العراق، والله ما يصير خير بروسنا. أشكرك يا عامر من الموصل، شكرا جزيلا لحضرتك. فيما تبقى من لحظات من وقت البرنامج نقرأ رسائل سريعة. أبو مالك من أمريكا يقول: أستاذ محمد تحية لك ولجميع كادر قناة الرافدين. أخي محمد، العراق منذ الاحتلال والحد يومنا هذا تشكيل الحكومات المتعاقبة آنذاك هي بنيت على المحاصصة. ليش هي بس هاي الانتخابات زورت والانتخابات السابقة ما زورت؟ منو حرق صناديق الانتخابات السابقة؟ كل هاي الأحزاب شركاء بسرقة المال العام والفساد وفقدان سيادة البلد وفقدان الأمن. جميع هذه الأحزاب لا تخدم العراق. على الشعب العراقي أن يتوحد ويهب هبة رجل واحد بوجه هذه الأحزاب ورميهم بحاوية النفايات وتغيير نظام الحكم من برلماني إلى نظام رئاسي، لأن السفينة من تكثر ملاليحها تغرق. عندنا رسالة من أبو سمية من الأنبار، وأبو سمية يتحدث عن المقطع الذي كان في بداية الحلقة لمقتدى الصدر. يقول: يا مقتدى، تتكلم عن التبعية والفقر والفساد، علامة استفهام، وكلها خرجت من تحت عمامتك، يقصد عن الميليشيات. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج منبر الرافدين. شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.